شو بتعرفي عن كورونا؟ كورونا هي فيروس بينتقل بسرعة. هي الكورونا يعني البوكلو زي البسس زي هيك أشياء. الكورونا هاي بتجي على طول، واحنا لازم نغسل ايدينا منيح منيح. مرض خطير بنعدي بسرعة. شو بتعرف عن كورونا؟ ولا شيء. إنه هو فيروس مضر وبنتقل سريعا عبر الهواء وبنتقل من شخص إلى شخص بسهولة. وباء قضى على نص العالم وانتشر من الصين. إن فيروس كورونا بتنقل عبر شخص لشخص على راحته وبعد الناس وبتنقل عبر الهواء. إنه بصيب الرئتين بصير يعني يتفشى في الجسم مع قبل ما الواحد يموت. أنت ليش ما رحتي على الروضة؟ إنه في كورونا. الكورونا منيحة ولا مش منيحة؟ مش منيحة. ليش؟ إنه سكرت كل المحل. بتحبها كورونا؟ لا. ما بتحبها؟ لا. ليش؟ هيك. نفسك تروح كورونا بسرعة؟ اه. ليش؟ مشان در عشان در اروح على المدرسة. شو أكثر إشي اشتقت له؟ أصحابي في المدرسة والدراسة والمعلمات والمعلمين. شو بتتمنى؟ إنه يروح كورونا ونرجع المدارس وترجع حياتنا طبيعية. شو أول شغلة رح تعملها بعد الكورونا؟ نطش سهكنا في الدار، نقدر ما نطلع للدار.